احتفاء بأعياد نيسان تضمنت الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية وفرع اتحاد شبيبة فقرات فنية وطنية وتراثية منوعة، وذلك على خشبة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. كان هناك الكثير من العروض، جلسة شعرية تراثية غنائية، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية للفلكلور الوطني للمحافظة، وأيضا الأغاني الوطنية المعروفة. مديرة التربية بالمحافظة أكدت أن الفقرات المقدمة في الاحتفالية هي نتاج عمل دائرة المسرح طيلة عام وترجمة فعالية لحصص التربية الفنية والموسيقية. مهرجان التراث الفنون الشعبية هو نتاج عمل دائرة المسرح المدرسي خلال العام الدراسي، هي ترجمة لحصص التربية الفنية والموسيقية، وهي بمناسبة أعياد نيسان قدمت الفرق الشعبية تراث المحافظات السورية وبشكل خاص تراث محافظة الحسكة. كما قدم المشاركون فقرات فنية من تراث المحافظات السورية بشكل عام وتراث محافظة الحسكة بشكل خاص. قدمنا بانوراما للفنون الشعبية تنوعت من الوطني إلى التراث إلى الفلكلور الشعبي، وثم يليها مباشرة قدمنا أيضا لوحة شعرية غنائية من تراث محافظة الحسكة، كون سوريا تتكون من نسيج فسيفسائي غني متلون. دائما نفرج حبنا لبلدنا، حبنا لجيشنا، لقائدنا، لنفرجي هذا الولاء، هاي الروح الموجودة جواتنا. طبعا كانت فقرات متعددة، كمان فرجينا بانوراما الجزيرة اللي نحن دايما نفرجي ثقافة المنطقة، إن كان سريان، عرب، آشوريين، أكراد، أرمن. وتضمنت الفقرات بانوراما الجزيرة السورية التي تعكس جمالية وعراقة ثقافة وتراث أهالي المنطقة والفسيفساء الجميلة التي يتميزون بها. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.